يقول فيها: بعدما رميت العقبة حلقت، ثم ذهبت إلى مكان الاستراحة في منى، ثم قمت بذبح الهدي، ثم قال لي بعض الناس لا يجوز أن تحلق قبل أن تذبح، وأنا لا أعلم ذلك، فهل جائز أم علي شيء في ذلك؟ أفتوني جزاكم الله عني خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حلقك قبل النحر لا بأس به ولا حرج فيه، وليس عليك في ذلك فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك أو عنه فقال لا حرج. فالحاج يوم العيد يفعل الأنساك التالية: يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف ويسعى. هذه ترتب على هذا النحو، ويبدأ بها أولا فأولا على سبيل الاستحباب والأفضلية، فإن قدم بعضها على بعض فإنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.